تعرف على طريقة وكيفية حل المشكل. يوجد هناك خطأ ما، أعيد المحاولة لاحقا. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الفري فاير الخاص بكم، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة الإيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي الخاص بكم. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.